اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مدرسه المسيح. بتمنى عزيزي المشاهد انك ما تكونش مجرد بتتابع حلقه من الحلقات، لكن تكون تلميذ بحق وحقيق في هذه المدرسه ومعانا، وتقدر ترجع للحلقات السابقه هتجدها على الويب سايت، تقدر تتابعها وتكمل معانا الدراسه ديت. الحلقه الماضيه بصوره خاصه ابتدينا فصل جديد في الدراسة بتاعتنا حول ما نسميه سلطان الله ومسؤولية الإنسان. لغاية فين ربنا في سلطانه مسيطر، ولغاية فين حرية الإنسان وبالتالي مسؤوليته عن قراراته وحياته. وقلنا إن الصراع في الفكرة دي على مستوى الناس دار في ثلاث عبارات مشهورة جدا: أنا مسير ولا مخير، مكتوب على الجبين ولازم تشوفوا العين، ولا أنا اللي بكتب السيناريو بتاع حياتي، اسمة ونصيب، هل اللي بيحصل لي بالذات في الجواز ده اسمتي، ده نصيبي، ولا ده اختياري أنا في الحياة. وسمعنا ناس بتقول مسير، لأ مخير، وسمعنا ناس بتقول أنا مسير لكن مفيش قدر، وسمعنا ناس بتقول أنا مخير لكن أؤمن بالقدر مش عارف إزاي، وسمعنا ناس بتقول أنا مخير لكن الجواز اسمه ونصيب. يعني بنشوف مرات كتيرة أن الآراء هنا مش حتى هي هي في الثلاث أسئلة الشهيرة ديت. في الدراسة بتاعتنا قلنا اللي هيحاول يساعدنا أننا نحل السؤال بتاعنا ده ونشوف لغاية فين ربنا متسلط في مملكة الناس، وإزاي الإنسان عنده حرية وبالتالي مسؤول عن جزء من حياته وليس كل ما يدور في حياته، لو فهمنا يعني ايه الله وضع قوانين تحكم حياة الانسان في علاقته معاه وفي علاقته مع الانسان الاخر. زي ما ابتدينا الحلقة اللي فاتت عشان نسمع بعض الناس رأيهم ايه في القضية ديت وازاي بيحاولوا يجاوبوا السؤال ده، خلونا نروح ونسمع بعض الناس اللي قابلناهم في الحلقة اللي فاتت وناس تانيين بيحاولوا يجاوبوا السؤال ده بطريقتهم على قد خبرتهم في الحياة. مدرسة المسيح. هو ما فيش حاجة اسمها مكتوب على الجبين، يعني هو ما بيكتبليش، بس هو عارف أنا هختار إيه في الآخر. هو بيبقى يعني هو بيبقى عارف أنا هختار إيه، بس ستيل الاختيار بتاعي أنا، يعني اختياري هتجوز مين، هخلف إمتى، مش هخلف، دي اختيارات أنا اللي بعملها. فهو بيبقى عارف أنا هعمل إيه، لكن مش هو اللي يعني هو ما بيزقنيش ناحية اختيار معين. يعني هو شاف فكتب ولا كتب فحصل؟ هو مين قال ان ده يعني ايه، مين قال ان اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين يعني؟ مثل ما طيب مثل ما رايك انه لا؟ متهيألي انه لا، متهيألي مش متأكدة. طب الاسم والنصيب، مش الجواز اسم ونصيب؟ لا خالص، الجواز اختيار واختيار سواء صح او غلط، بس هو اختيار بكل عقله وكل تفكيره، ولو في خطة من ربنا فده بيبقى اختيار صح تماما، بيبقى اختيار في شركة من الله، لكن غير كده حتى لو اختيار غلط بس مش اسمه نصيب، انا اللي اختارته وانا اللي قلته. ازاي يعني واحدة اختارت شريك حياتها عارفة ان هو انسان وحش تتجوزه اسمه نصيب؟ سوري ده غلط، لا ده غلط، دي مش ما اسمهاش اسمه نصيب، ده برضه اسمها انا اخترت، مخيرة عارفة الانسان ده وحش اخترته. يعني ايه اسمه نصيب؟ معرفش هما بيقولوا في اسمه نصيب. لا مفيش اسمه، ما يعني ايه اسمه ونصيب؟ يعني انت جوزك ده مش اسمه ونصيب؟ مش اتجوزتي اسمتك في الحياه ونصيبك؟ لا انا كنت مخيره اني اختار، وممكن يتحط قدامي واختار غلط وارجع تاني اصلح غلطه انا عملتها وتطلع واختار حد تاني بعد كده. لا مش اسمه ونصيب، ده انا بصلي وبطلب من ربنا ان هو يتدخل في حاجه زي كده اهوت. افتكر اللي سمعناه ده بيفكرنا بالحلقه الماضيه وبالقضيه اللي احنا امامها النهارده، وقلنا ان المفتاح الحقيقي عشان نقدر نجاوب على السؤال ده ونفهم ربنا في تعاملاته معانا وقد ايه حريه اللي اداها لنا دي حقيقيه وبالتالي احنا مسؤولين عنها، اللي هيساعدنا لفهمها ما نسميه فهمنا للقانون اللي الله وضعه، اللي بنسميه القانون الادبي او القانون الاخلاقي. واتفقنا في الحلقة اللي فاتت ان زي ما ربنا حط قوانين طبيعية لحكم الخليقة الطبيعية وحط قوانين الحياة
للسيتوبلازم للنبات وللحيوان، حط للإنسان زي ما أنه خاضع للقوانين الطبيعية زي قانون الجاذبية وقوانين الحياة لأنه كائن بيولوجي، حط ما نسميه القانون الأدبي. وده اللي النهاردة عايزين ناخده مع بعض عشان نفهمه ونفهم حقيقة وجوده ومحتوياته اللي هتساعدنا نجاوب إجابة مقنعة لكل التساؤلات بتاعتنا ديت. القانون الأدبي ده معناه إن الله أعطى للإنسان حرية أخلاقية أدبية مش حرية طبيعية. فاكرين في الحلقة اللي فاتت كنا عندنا آخر سؤال بنتكلم عن فين الخط اللي فاصل بين اللي أنا مسير فيه واللي أنا مخير فيه. أنا مسير أساساً في أمور مش أخلاقية، أنا مسير في أمور مادية، شكلي، جسمي، قدراتي الذهنية، عيلتي، بلدي، أسرتي، دي مش موضوعات أخلاقية، دي أشياء مادية، ناتشرال بالإنجليزي، مش مورال، مش أدبية، مش أخلاقية. فأنا مش مخير في أشياء لا تتعلق بقرارات اختيارية أدبية تتعلق بعلاقات ومصيري الأبدي. شكلي وبلدي ولوني وجنسي وذكائي ما يؤثرش في أبديتي ولا في نوع العلاقة اللي هتبقى بيني وبين ربنا، أو نوع العلاقة اللي بيني وبين شريكة حياتي، أو نوع العلاقة اللي بيني وبين ابني. هتؤثر في علاقتي بأبويا لأني ما اخترتش أبويا، لكن حتى مش هتأثر في علاقتي بشريكة حياتي بولادي لأن أنا اللي بختارها وأنا اللي بختار يكون شكلها ايه ونوعها ايه. واضحة الفكرة دي؟ إذن في جانب أدبي في الحياة وجانب طبيعي في الحياة. القانون اللي بنتكلم عنه قانون أدبي، والحرية التي أعطاني الله إياها حرية أدبية. وحنشوف أن الآيات كلها اللي بتتكلم عن هذه الحرية وبالتالي المسؤولية بتتكلم في هذا الإطار. تكوين 2، ودي أول مرة بنسمع فيها هذا القانون اللي الله وضعه لآدم وحواء في جنة عدن. تكوين 2:16-17. وأوصى الرب الإله آدم قائلا، وصية هي قانون، لو قانون، من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر. بصوا طبيعة القانون أهو، الخير والشر، مش طولك كام، مش وزنك كام، مش غناك كام، مش شكلك إيه. بصوا أهو الكلام بيتكلم عن المجال بتاع هذا القانون. الوصية تتعلق بالخير والشر، أما شجرة معرفة الخير والشر، أما قضية معرفة الخير والشر، أما موضوع فعل الشر، فعل الشر وفعل الخير، فلا تأكل منها، لأنك، حلو قوي العبارة دي، يوم تأكل منها موتا تموت. فتكلم عن إيه هو القانون، وتكلم عن نتيجة عصيان هذا القانون، اتكلم عن المحتويين بتوعه. طبعا هنجيل الكلام ده ونشرحه بتفصيل شديد جدا. في تثنية 30:19 مرة تانية بنسمع الكلمات دي، أشهد عليكم اليوم السماء والأرض. ربنا بيكلم شعبه، أشهد عليكم السماء والأرض، شاهدين على اللي أنا بقوله، قد جعلت قدامك الحياة والموت. بتتكلم عن الحياة والموت الطبيعية؟ لا، دي قوانين طبيعية. بيتكلم عن الحياة والموت الايه؟ الأدبية، الأخلاقية، الأبدية. جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة. هتجبرني؟ لا، أنا بنصحك اختار الحياة. أنا حطيت قدامك السكتين وانت اختار، بس أنا عشان بحبك بقولك ايه؟ اختار الحياة، ما تختارش الموت. جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا. فاختر، بص انت بحريتك بتختار، اذا اخترت الحياة هتحيا، اذا اخترت الموت هيحصل ايه؟ هتموت. نفس الفكرة اللي في جنة عدن، ربنا بيعيد للبشرية مرة تانية وضع القانون، بيفكرهم بالاتفاق بالعهد اللي خدوا بينه وبينهم، ان هم بيختاروا لانفسهم الحياة ام الموت. طبعا الآية اللي بعدها على طول ان اختيار الحياة هو ايه؟ اذ تحب الرب الهك. فأنا مش بتكلم على تاكل سم ولا تاكل سمك، بتكلم عن اختيار الحب، لأن اختيار الحب هو اختيار الحياة. هنجيله حالا. أشعيا، احنا بنقرأ من
أسفار مختلفة بتقول نفس الكلمات عبر الكتاب، تكوين وتثنية وإشعياء. إشعياء 1:18-20، هل هما نتحاجج يقول الرب؟ يعني إيه نتحاجج؟ يعني نتناقش. ربنا عايزنا نناقشه؟ آه. مش بيفرض، تعالوا نتناقش بالحجة والبرهان. تعال أقنعكم، اللي بقوله ده كلام منطقي. أنا مش بقول كلام مش منطقي، أنا مش بقول كلام هو كده، وأوعى تسأل. لا لا، بقول ربنا بيقول لك اسأل، إحنا ليه سامعينكم تسألوا؟ مش ربنا بيقول اسأله. اسأل وافهم يا إنسان وناقش واقتنع. مفيش حقيقة مش مقنعة. اللي مش مقنع يبقى إيه؟ مش حقيقي. ربنا ادانا عقل مقنع، لوجيك، عقلاني، عاقل بيؤمن بالحجة والبرهان. مش هقول اداني عقل عاقل وقال لي لا تعقل ما تؤمن به. هلما نتحاجج يقول الرب. تعالوا نتناقش، تعالوا قولوا اللي انا بقوله ده غلط، او قولوا ان هو صح. اذا كان عندك فكرة احسن قولها لي، بس اذا كانت دي احسن فكرة ومقنعة يبقى ارجوك اقبلها وعيشها. هلما نتحاجج يقول الرب، ان كانت خطاياكم كالقرمز، عارفين القرمز الفشية الفقعة الغامقة قوي، تبيض كالثلج. إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، إن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف. أنت عندك اختيار من اثنين، أنت بتختار إنك تختار الحياة فتحيا، وإنك تختار الموت فتموت. أنا مش بجبرك، أنا مش بختار لك، أنا بديك الحرية إنك تختار لنفسك. أرمية جميلة جدا، أرمية 18 دي بتوري فكرة القدرية، وأن الله كتب لينا مش موجودة حتى في العهد القديم. أرمية 18 من 5-10 بيقول إيه؟ فصار إلي كلام الرب. يبان الجزء الأولاني قدرية، ويبان الجزء الأخير عدم قدرية. موجودين مع بعض، وهم الاثنين بيحلوا بعضهم بعضا. بيقول أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل يقول الرب. ونزلوا بيت الفخاري وخلاه بيشوف الفخاري بيصنع إناء على الدولاب، وبعدين باظ، فخد العجينة دي وعجنها تاني وبلها تاني وحطها وعمل منها وعاء. فقال له فهمت يا أرمية؟ قال له فهمت يا رب. قال له أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي. طب الطين ملوش أي حرية اختيار؟ يعني لو خدت الجزء الأولاني ديت، أنا طين وهو فخاري، أنا عندي حرية اختيار؟ هو هيعمل اللي هو عايزه، ولو بصت يعملني تاني. بصوا بداية العبارة بيقول أما أستطيع أن أفعل، يعني أنا مش عندي السلطان؟ آه عندي السلطان. طب هتعمل كده؟ هنشوف بقى. هنشوف إنه عنده السلطان لكن أعطانا الإيه؟ أعطانا الحرية. أما أستطيع أن أفعل؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هذا بيدي يا بيت إسرائيل. تارة، بص بقى القانون، أهو القانون. تارة، يعني إيه تارة؟ مرة. تارة أحسن تذكره، تارة يعني عجلة، لا تارة يعني مرة. أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والهلاك. أتكلم يعني أقول إيه؟ يعني أقول نبوة إن الأمة دي تستحق القلع والهدم. زي مين؟ وزي مين تاني؟ زي مين نوى، مش كده؟ وبعت لها يونان اللي كنا نتكلم عنه الحلقة اللي فاتت، مظبوط؟ تارة أتكلم على أمة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها، فاعمل ايه؟ فاقول لا انا قلت كلمتي ما غيرهاش، صح كده؟ ده قضائي، انا ماليش دعوه هم يعملوا ايه. قال كده. فبصوا العباره جميله ازاي. فاندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه بهم، وطاره ومره اتكلم على امه وعلى مملكه بالبناء والغرس بوعود البركة والعطاء والآخره، فتفعل الشر في عيني فأعمل إيه؟ ولا تسمع لصوتي، فأندم عن الخير الذي قلت أني أحسن إليها به. يعني إذن اللي ربنا هيعمله معايا متوقف على إيه؟ اللي هو عايزه، متوقف على اختياري. ده أرمية من زمان قوي، ده بالعهد القديم. البداية أنا عندي السلطان كالفخاري وبالطين، صح كده؟ أنا عندي السلطان، بس أنا اديتكم إيه؟ بس اديتكم الحرية، أنا اديتك اختيار. أنا مش عاملك حتة طين، أنا عاملك بني آدم تختار لنفسك. أنا أقدر أخليك طين وأعمل بيك اللي أنا عايزه وما عندكش أي حرية اختيار، بس أنا مش هعمل كده، مش هعمل كده.
لأنك إنسان، لأنك مخلوق على صورة الله وشبهه، عندك حرية وبالتالي عندك مسؤولية. العهد الجديد بيقول نفس الكلمات، متى 23:37 الآية اللي احنا استخدمناها الحلقة اللي فاتت عشان نعبر عن الفكرة. يا أورشليم يا أورشليم، المدينة الجميلة المحبوبة، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، المدينة المقدسة، مدينة الله، مش عارف ايه اللي فيها الهيكل، هي قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، صح كده؟ إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحي. كم مرة تكلمت زي ما بيقول أرمية بالخير أني أجمع أولادك ولمهم من الشتات وأبنيك تاني وتكوني مدينة الله وتستمتعي بربنا وتعيشي معايا وعيش معاك. كم مرة تكلمت وقصدت أن أفعل هذا وأنتم إيه؟ لم تريدوا. خلاص اجبرنا، قلوي دراعنا، افرض علينا أردت، مش أنت بتحبنا؟ لو أنا عملت كده، لو أنا ألويت دراعك وفرضت إرادتك، أنا خدت منك حريتك، صح؟ يبقى بحولك إلى إيه؟ الحيوان. بنزلك من إنسان إلى حيوان، ما عندكش إرادة حرة، بتعيش بالغريزة وما عندكش مسؤولية. إليها كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا؟ النتيجة إيه؟ بيتكم يترك لكم خرابا. وده حصل سنة 70 ميلاديا، خربت المدينة عن بكرة أبيها وأحرقت بالنار. أنا أردت، أنتم لم تريد، أنا عندي السلطان، بس أنا بحط قانون أحترم حريتك وإلا لن تعود تكون إنسان. يوحنا 1:11-12، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. أنا جيت لك وانت رفضتني، رحت للي بعدك رفضني، رحت للي بعدك قبلني، اللي قبلني اديته واللي رفضني هديله ازاي؟ أنا اللي رحت لك، أنا اللي رحت لك وخبطت على باب قلبك، أنا واقف على الباب وأقرع، هنقراها حالا، إن سمع أحد صوت يفتح أدخل، إن لم يسمع مش هيفتح، إن سمع ولم يفتح مش هدخل. طب مين مسؤول انه يسمع؟ الانسان، لان انا بخبط وانا هعمل البدع، وهنشوف ده في القانون على طول، انا هعمل البدع عشان اخلي كل انسان ايه؟ يسمع. فانا هعمل دوري عشان تسمع، بس انت دورك كمان ايه؟ انك تسمع، لانك ممكن تكون سادد وطينك عشان ايه؟ عشان ما تسمعش. ان سمع احد وفتح، فعندك مسؤوليه انك تسمع وعندك مسؤوليه انك ايه؟ تفتح. إذا ما سمعتش لأنك مش عايز تسمع، وما فتحتش بعد ما سمعت، أو ما سمعتش مش هدخل. ما تكسر الباب. لا مش هكسر الباب، لا أنا مش هكسر الباب. غلط. بصوا بالترتيب كده، احنا ماشيين من أول تكوين، ماشيين بالترتيب، بنشوف القانون ده موجود طول الكتاب. لا تضلوا يا إخوتي، لا تضلوا، يعني التفكير بطريقة غير كده يبقى إيه؟ يبقى ضلال. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، يعني الله حط حاجة ما حدش فينا هيعرف يغيرها، هي دي الصح. الله لا يشمخ عليه، انتوا ليه مش عاجبكوا القوانين الإلهية؟ هو ايه القانون الإلهي؟ القانون الإلهي فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد، ده القانون الإلهي. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. هتعيش الخطية هتجني موت، هتعيش للروح وللحب وللعلاقة مع ربنا هتجني حياة. فإن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. الآية اللي احنا تكلمنا عنها من لحظات، رؤية 23، أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه. بالعبارة أخرى بنسمي القانون ده قانون الإرادة الحرة الأدبية في قطاع الخير والشر، في قطاع الخير والشر، وبالتالي مسؤولية الإنسان عن الخير والشر اللي زرعه في حياته. إيه بقى الوصية بتاعت الإرادة؟ إيه الاختيار اللي أنا بختاره؟ هو إيه الاختيار؟ هو إيه جوه القانون ده؟ طبيعة القانون ده، فحوى القانون مش شروطها،
فحوى القانون، ايه اللي جوه، ايه الاختيار اللي انا بختاره؟ حاجه واحده، اني احب، اني احب. خلي بالكو كل ما بتطلع في الـ في الـ في القوانين بتلاقيها قليله، زي ما كده القوانين الطبيعيه قدر اينشتاين يلخصها لنا في الجاذبيه والكهرومغناطيسيه، مش كتيره، مش 100 قانون عشان نتوه ونبقى مش عارفين هو ايه القانون وكل يوم بتغيروه. لا لا لا، حاجه سهله قوي. القانون الادبي، قانون الاراده الحره ومسؤوليه الانسان، يتلخص في كلمه واحده، ان تحب. لما سالوا المسيح ما هي الوصيه الاولى والعظمى، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، فتحب رب الهك، دي من تثنيه، من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك. لما سالوا المسيح وقالوا له ما هي الوصيه الاولى والعظمى، قال نفس الكلمات هنجي لها حالا في تثنيه برضو، استحب رب الهك. الوصيه انك تحب رب الهك، واذا حببت رب الهك هتعمل ايه؟ هتسمع لصوته وتعمل ايه؟ وتلتصق بيه. ده الحب، انا بحب حد هعمل ايه؟ هبقى عايز اسمع له. بحب حد هبقى عايز اعمل ايه؟ عايز الزق فيه. مظبوط، بحب حد هبقى عايز اسمع له، بحبه، عايز ارضيه، عايز ابسطه، عايز اسمع منه وعايز الزق فيه. فالحب انصات وطاعه وخضوع، والحب التصاق وشركه. فالحب خضوع والحب شركه، بخضع لك عشان عايز ابسطك، وبلتصق بيك عشان عايز انبسط بيك، عايز اعمل لك اللي انت عايزه عشان عايز ابسطك وعايز استمتع بيك. فالحب عطاء والحب شركه. فالحب عطاء الذات والحب هو شركه. خدنا الكلام ده بالتعريف بتفصيل لما اتكلمنا عن الله محبه. هو ده طبيعه القانون، انك تحب رب الهك. وبعدين المسيح لما حب يشرحها اكتر قال الكلمات ديت، قال لما قالوا له الوصيه الاولى والعظمى قال تحب رب الهك، والثانيه مثلها تحب قريبك كنفسك. لانه اختيار واحد، اذا حبيت ربنا هحب قريبي، اذا ما حبيتش ربنا مش قادر احب قريبي. فالقانون الادبي اللي بيربط علاقتي بربنا هو نفس القانون الادبي اللي بيربط علاقتي بالايه؟ بالبشريه، اني احب، اني اختار اني احب. شرحنا ده بالتفصيل افتكر في موضوع شخصيه الله. عشان كده اختيار الحياه، انك تختار الحياه انك تحب رب الهك، انك تختار الموت انك ما تحبش رب الهك، ما تحبش رب الهك. اذا حبيت رب الهك تحب قريبك. الاختيار الغلط او الاختيار الشر في العلاقه مع قريبي، مع الانسان الاخر، اني ما احبوش فاصنع به شرا، اذا حبيته هصنع به ايه؟ خيرا. يعني المحبه لا تصنع شرا بالايه؟ بالقريب. سهله قوي. فاذا اختيار الخير والشر مرتبط بحاجه واحده، هو الحب اللي بيخليني التصق بربنا فاعيش معاه فاحيا، او ما التصقش به فهو نبع الحياه فانا يحصل لي ايه؟ اموت. الجهاز ده بيشتغل بالكهرباء، فصلت عنه الكهرباء يحصل له ايه؟ يفصل. العربية تشتغل بالبنزين، فصلت عنها ترمبة البنزين، تحصل للعربية تقف. فالحب التصاق بنبع الحياة بيخليني حي. الحب التصاق بأخويا فبقدر أسعده ويسعدني. تحولت من الحب إلى الكراهية فبتعسه وبيعمل إيه؟ وبيتعسني، بصنع به شرا هو بيصنع بي إيه؟ شرا. فبسيط. ده هو المحبة. المحبة هي القانون الأدبي، هو الوصية الأولى والعظمى اللي بتجمع جواها كل الوصايا الأخرى. الله هو اللي واضع القانون، وطبيعة الله محبة، فكان شيء طبيعي جدا أنه يبقى القانون بتاعه هو إيه؟ هو المحبة، لأن دي طبيعته. فمش جايب حاجة من بره، هو شايف أن الحب هو أفضل شيء وهو عايشه، فهو عشان كده كمان نصحنا. الله نفسه بيعيش هذا الحب. والمحبة زي ما خدنا قبل كده هو عطاء النفس، وبالتالي هي الخضوع زي ما قلنا، تسمع لصوته، وهي الاندماج. وده عكس بالظبط الأنانية. الأنانية أنا بدل ما بدي نفسي عايز أخد، بدل ما بدي نفسي عشان ألتصق بيك بفصل نفسي عنك، عشان كده بحس بالوحدة. ليه شعور في الأنانية دايما بالوحدة؟ لأني بفصل نفسي عنك. ليه في الحب ما بشعرش أبدا بالوحدة؟ لأني متحد بيك، حتى وأنا لوحدي أنت جوايا وأنا جواك، فأنا ما بشعرش بالوحدة. فالأنانية انفصال، الأنانية أخذ، الحب عطاء، والحب التصاق بالآخر. مش عايزين نطول في الحتة دي لأن أفتكر إحنا خدناها قبل كده.
الحقيقة الثانية، يبقى فحوى القانون ده الحب، فحواه محتواه الوصية اللي فيه هي الحب، لأن الحب هو الحياة. حاجة تانية مهمة قوي بقى، إن القانون اللي ربنا بيحطه ده زي بقية القوانين بتاعة ربنا قوانين مطلقة. عايز أشرح فكرة مطلقة ديت، عايز أشرح فكرة دي إن دي جميلة قوي وهتساعدنا إننا نغير نظرتنا حتى عن ربنا. يعني إيه قوانين مطلقة؟ القانون اللي البشر بيحطوه يعني زي قانون المرور الجديد مثلا، كويس؟ عشان تدفع غرامة فورية لأنك مش لابس الحزام لازم اللي يوقفك يبقى ضابط، مش كده؟ ويبقى معاه دفتر عشان تقدر تدفع فوري، مظبوط؟ وإيه اللي ياخدك مخالفة؟ لكن عشان تدفع فوري لازم يكون معاه إيصال عشان يوقفك، وبعدين يظبطك إنك مش لابس الحزام، وبعدين تدفع فوري فتدفع نصف الغرامة، أو تاخد تذكرة فتدفع ضعف الغرامة، أو وهكذا. فاهمين اللي هتقول؟ طيب لو أنت مش لابس الحزام وماشي ومفيش ضابط، ما حدش يوقفك، مفيش عسكري شافك، يحصل ايه؟ ما تتاخدش مخالفة، صح كده؟ بالليل كلنا بنعدي السرعة عشان خاطر مفيش ايه؟ مفيش رادار. الصبح كلنا بنمشي في السرعة مظبوط عشان في ايه؟ عشان في رادار، صح؟ يعني فاهمين عايز اقوله ايه؟ القانون البشري مش مطلق، لازم حد ينفذه، لازم حد يظبطك، وقاضي يحكم عليك، وشرطة تحطك في السجن تدفع الغرامة، صح كده؟ مظبوط؟ القوانين اللي هي مش كده. يعني مثلا لما نيجي نشرح قانون الجاذبية اللي ربنا حطه لحكم الطبيعة، قانون الجاذبية انك لو سبت حاجة كده تقع، صح كده؟ ده قانون مطلق. يعني ايه قانون مطلق؟ بينفذ نفسه. القانون بيعمل ايه؟ بينفذ نفسه. ولا اي حاجة بنسيبها بيجي الملائكة يدوسوا عليها عشان ينزلوها عشان تفضل قاعدة. فحضراتكم كده في كل واحد ملاكين ثلاثة قاعد عليهم، قاعد عليكم عشان يعني عشان ما تطيروش في الهواء. شوفوا كمية الملائكة بقى اللي هينفذوا قانون الجاذبية ده، يعني هتبقى صعبة أو صح؟ فربنا قوانينه مطلقة، بمعنى القانون بينفذ نفسه. واضحة الفكرة دي؟ القانون بينفذ نفسه منه فيه فول اوتوماتيك. القوانين الالهيه فول اوتوماتيك لانها قوانين مطلقه مش بشريه وضعيه ناقصه عاجزه. وكل ما نعمل قانون نلاقيه فيه خرم ندور له على حل، وبعدين بيبقى سهل قوي الناس تكسرها، لان زي ما قلت محتاج حد يظبطني وحد يحكم عليا وحد ينفذ الحكم. مفيش حاجه زي كده عند ربنا. واضحة الفكرة ديت؟ القانون الأدبي اللي ربنا حطه بينفذ نفسه بنفسه. نرجع لجنة عدن تشرح لنا الفكرة ديت. يوم تأكل منها موتا تموت، ولا يوم تأكل منها حموتك يا آدم؟ قال له كده. هبعت ملائكة يقطعوا رقبتك، قال له كده. حصل كده لما كل من الشجرة هو وحواء، ربنا بعت ملاك موته، هو اصلا مات. الموت اللي ماته موت ايه؟ روحي. لقى نفسه عريان في اللحظه اللي كان فيها، لقى نفسه عريان واستخبى من ربنا ومش قادر يحط وشه في وش ربنا. ربنا عمل ايه؟ ولا حاجه. في ملائكه جم عملوا كده معاه؟ ولا حاجه. القانون الادبي قانون مطلق، ان اللي انا بعمله هو نفسه بحصده، هو نفسه زي الألم دوت، هو نفسه منه فيه. الحتة بتاع التكوين دي غريبة جدا لو تبص فيها. ايه ده يا رب؟ هو انت ما عرفتش ان هو كل لما جاء ربنا مش عارف ايه ويتمشى في النا، وبين آدم اين انت؟ فقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لاني عريان فاختبأت. يعني هو ربنا مش عارف انه عمل كده؟ عارف. طب ليه الكتاب كتبها لنا كده؟ عشان ربنا يبرئ الله تماما تماما من ان اللي عمله ادم ده اختيار الهي، ولا ان النتيجه بتاعه كسر القانون ده عقاب الهي. ده مش عقاب الهي، ده نتيجه القانون نفسه. فهمتوني يا اولاد؟ فاهمين بقول ايه؟ ده منه ايه؟ منه فيه، ده منه فيه. يوم تأكل منها موتا تموت، زي فكرة ايه؟ السم. انا جيت شربت السم، الحكومة تقبض عليا وتحطني في السجن وتعدمني، ولا السم اللي انا اكلته هو اللي بيموتني؟
عشان كده الكتاب بيقول شر الشرير يميته. أنا فصلت نفسي عن ربنا، أنا قطعت الحياة اللي جاية لي، فأنا يحصل لي إيه؟ أموت. أنا طفيت النور فأبقى عايش في إيه؟ في الظلمة. بالضبط ده القانون الأدبي. الحقيقة الأولى إن فحواه هو الحب، الحقيقة الثانية إن قانون مطلق بينفذ نفسه بنفسه. الموت نتيجة وليس عقاب، أرجوكوا فهموا الحكاية دي. الموت نتيجة وليس عقاب. أمثال 6:27-28 بيقول إيه؟ بيقول أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أيمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجله؟ هو ده، هي دي الفكرة بالظبط. منه إيه؟ منه فيه. أنا خدت نار هتتحترق ثيابي، أنا مشيت على الجمر حافي رجلي هتفقفق. مش حد عاقبني، مش حد قال لي كده كده تعمل كده كده خد نار، طبعا هنولع فيك. هي النار اللي ولعت فيا، هي الجمر اللي شوى رجليا. الفكره دي بتساعدنا جدا ان نفهم ربنا بيفكر ازاي وبيتعامل معانا ازاي، وبتطلعنا من البعد البشري اللي احنا بنعيش فيه اللي بيشوه ربنا وبيشوه نوع العلاقه اللي بتربط بيننا وبين ربنا. يبقى احنا اتكلمنا عن حاجتين في القانون ده النهارده. واضحه؟ واضحه. طيب اسئله. حضرتك قلت ان الله بيحترم القانون اللي هو عمله، لكن انا شفت من الكلام ان يعني في احترام لنص القانون والنص الثاني لا. زي انا اقدر ان انا اخرج عن القانون الادبي، لكن انا ماليش انا ما اقدرش ان اخرج عن القانون البيولوجي. انت يا بشر الطبيعي. ولا ربنا؟ لا انا يعني هو اداني الحريه ان انا اخرج عن القانون الادبي واتصرف زي ما انا عايز، بس ما اقدرش ان انا اتصرف في القانون الطبيعي اللي هو الاكل والشرب والحاجات دي. فليه الله لما حافظ عليا كجسد ان انا ما اخرجش عن القانون الطبيعي، ليه ما حافظش عليا كروح ان انا برضو ما اخرجش عن القانون الادبي وكانت الارض كلها عاشت في سلام وكان الموضوع مش كويس؟ طيب خليني اراجع معاك الحكايه ديت. ربنا مش هو اللي كسر القانون هنا، ليه انت بتقول ليه اداني حريه هنا وما ادانيش حريه هنا؟ كويس، كنت عايز تبقى عندك حريه بيولوجيه تبقى ايه؟ لا انا عايز العكس. يعني هنا ما ادانيش حريه، ليه اداني حريه هنا؟ ليه اداني الحريه اللي تاذي روحي؟ كويس قوي. لو ربنا ما ادكش الحريه انك تختار الحب، تحب؟ ما هو انا مخلوق على صورته ومثاله، المفروض ان الحب ده انا ورثه. كويس قوي، انت ورثته. ادم اتولد بيحب ربنا، بس قال له تقدر تكمل تحبني وتقدر تعمل ايه؟ تقدر ما تحبنيش. لو ما يقدرش ما يحبوش، يبقى الحب ده اختيار ارادي ولا بقى اجبار؟ لا كده اجبار. كويس قوي، انت جبت اله في البيت وبرمجتها تقول لك كل يوم الصبح بحبك. اسم حضرتك؟ ريمون. ريمون، جبت اله الصبح تقول لها ريمون بحبك يا ريمون، بعد 10 دقائق بحبك يا ريمون بحبك، وبعدين تقول لك تحب اعمل لك ايه فطار؟ بيض مقلي، فتجيب لك بيض مقلي، وبعدين تحب اتغدى ايه؟ دي تبقى زوجه؟ لا. تبقى دي ايه؟ دي مسخره كده. إذا ربنا شال مني الحرية بقيت أنا إيه؟ بقيت إنسان آلي. صح كده؟ صح كده. أفقدني آدميتي، ودي صورة الله إن الله حر. صح كده؟ صح. فلو شال الحرية ما بقيتش على صورة الله، زي ما قلت بقيت شيتا. طب ليه على الانسان الغابه؟ ليه على النقيض في الطبيعه البيولوجيه؟ لان لو انا اداني حريه على الطبيعه البيولوجيه بقيت انسان محدود، بقيت جوه كائن محدود. لو انا بقيت فوق القوانين الطبيعيه بقيت ايه؟ بقيت انسان؟ لا. صح؟ صح. سؤال ثاني. سؤال هنا. انا ساعات بختار الخير او الشر في الوقت دوت، انا مش دايما برضو وانا بختار مش بقى بكل حريتي، ساعات بختار الخير لمجرد ان انا خايفه من عقاب ربنا. لو اخترت العكس انا هكون بقى تحت عقابه زي ما حصل مع يونان، زي كنا لسه بنتكلم على يونان.
هو اضطر ان هو بعد كده يروح نينوى بعد ما خرج من بطن الحوت او بطن السمكه الكبيره ديت، اضطر ان هو يروح نينوى. كويس. يعني ان كان مجرد ربنا كان بيهدده بس دخله في بطن سمكه، فاللي هو لما يجي يعاقبه هيعمل له ايه يعني؟ ده خلاص كده ضاع. كويس قوي. فانت بتقولي ان احنا مرات بنختار الخير خوفا وليس طوعا. كويس. طب ما هو بان، هو لما راح خوفا وليس طوعا بان هناك وزعلان ان ربنا قبل توبتهم، مظبوط؟ ربنا عمل فيه ايه برضو؟ اجبره ولا ناقشه؟ ناقشه. اجبره غير اتجاه قلبه ولا فضح اتجاه قلبه؟ ورانا انه عمل كده ليس حبا في الناس ولا حبا في ربنا. يعني اللي ربنا عمله في الاخر عمل ايه؟ ورانا اللي جواه وناقشه. ليه اللي جواك جواك؟ ليه مش قادر تحب الناس دول زي ما انا بحبهم؟ ليه مش قادر تفهمني؟ انا مش عايزك تطيعني خوفا، انا عايزك تطيعني حبا. لان الطاعه الخوف ده اللي ما فيهاش حب انت لازلت بتكسر القانون الادبي، لان القانون الادبي مش الطاعه، القانون الادبي هو الايه الحب. صح كده؟ فلو فهمنا ان القانون الادبي هو الحب، السؤال ده يتضح. لو فهمنا ان القانون الادبي نسمع الكلام، روح اروح، تعال ارجع، لا، القانون الادبي مش تروح، القانون الادبي هو انك تحب. انت سمعت الكلام بس انت برضو مش بتحب، فانت لازلت برضو عاصي، انت لازلت مش فاهمني، انت لازلت مش بتصنع الخير. لان الخير انك تحب رب الهك وتحب قريبك. دول نينوى، دول اعدائنا، تحب اعدائك. دول هيتوبوا ويبقوا من شعب الله، واحنا شعب الله وهم وحشين، ده اللي خلانا يروحش، مظبوط؟ شعب الله مش بني اسرائيل، شعب الله كل من يحب مين؟ الرب ويتقيه. فلو بالعكس القصه دي تفهمنا اللي انا بقوله صح اكتر، مظبوط؟ بس هو كده فتره من حياته اتصرف عكس ارادته، يعني انا دلوقتي ما كنتش عايز اروح نينوى واضطريت اروح. كويس. هنيجي في البند 4 ليه ربنا بيتدخل مرات وبيزقنا، وبيزق مين وما بيزقش مين؟ ما زقوش انه يغير اتجاه قلبه، ما اجبروش يغير قرار عدم الحب، صح كده؟ ما لعبش في دي، لعب في انه بدل ما يسافر كده يعمل ايه؟ يروح كده، ولغايه الاخر سايب له يختار يحب ولا ما يحبش. وهنشوف لغايه فين ربنا بيتدخل وبناء على ايه بيتدخل. احنا بنتكلم في بندين من الحب، فحوى القانون لغايه دلوقتي الحب، ها؟ مظبوط؟ والحاجة الثانية؟ إنه بيمطلق، إنه بينفذ نفسه بنفسه. هنيجي نتكلم على البند 3 و4. سؤال ثاني. في عندك حاجة في الإنسان المسير، إنه أنا بقول إن حسب الدائرة اللي بيقعد فيها الإنسان. يعني بمعنى إنه الحتة اللي بيأثر فيها الإنسان اللي موجود فيها، يعني واحد اتولد في أفريقيا، واحد اتولد في الهند، في الصين، فحسب الدائرة اللي بيعيش فيها هي بيعتبر مسير في الحته اللي موجود فيها الانسان. يعني الفكره يعني ان هو الانسان بيتاثر، مش ما عندوش تاثر، بيتاثر في المنطقه اللي هو فيها، اختياره بيبقى محدود في الحتت اللي هي مولود فيها او الحته الدايره اللي عايش فيها. يعني عايز تقولي ان الدايره اللي انا اتولدت فيها بتاثر على اختياراتي الادبيه والاخلاقيه؟ يعني ممكن اتولد في حته تعلمني ان الكراهيه افضل من الحب، فاختار يعني مثلا واحد عالم اتولد، عالم اتولد في بلد لا تؤمن بالعلم، فهيعمل ايه في الحته دي في المنطقه دي؟ ما خلاص هو عالم هيفضل انسان مكبوت في البلد اللي هي مثلا. طيب هكذا. المثل ده ادبي ولا طبيعي؟ انا جينيوس، عبقري، واقدر اكون عالم، اتولدت في حته لا تؤمن بالعلم، فلم اصر عالما لأن المنطقة دي لا تؤمن بالعلم. ده اختيار أدبي ولا ده اختيار تبع الحاجات الطبيعية؟ ده مسير. مسير في إيه؟ طبيعي ولا أدبي؟ طبيعي. طب هيعمل إيه الإنسان في الحالة دي لو هو عنده غير مسؤول؟ ما أنا قلت مش هبقى مسؤول ومش هتعب، بس ده ما بيأثرش في مصيري الأبدي، ما بيأثرش في سعادتي الأبدية. بيأثر محدود في زمن محدود في وقت محدود، اني انا ما عشتش افضل حاجه ليا كانسان ماديا. ده صحيح. واحد كان ممكن يبقى بطل سباحه لكن اتولد في ظروف لا تسمح له يتعلم السباحه، مظبوط؟ فما حصلش على الميداليه الذهبيه. ده مسير ماديا، صح؟ ده مش اختيار ادبي. اتفقنا في الاول ان القانون بتاعنا قانون ادبي، يتعلق بالخير والشر، صح كده؟
حدد الكتاب من الأول، شجرة معرفة الخير والشر. فتكلم عن فين الرقعة، البقعة اللي أعطيت فيها الحرية وبالتالي أنا فيها إيه؟ أنا فيها مسؤول. الباقي بتأثر جدا وحريتي فيها محدودة جدا. ممكن تأثر على أبديتي في المستقبل. اديني مثال، ده اللي أنا أقشه. واحد تولد في الهند، ما هو مش هيعرف المسيح مثلا، افترضنا مش هيعرف حاجة عن أي حاجة تانية خارجة الدائرة اللي هو عايش فيها، مش هيفهم حاجة خارجية، هيبقى جوه محدود جوه دائرته. كويس قوي، هنيجي بالظبط في البنود بتاعة القانون دوت، إن الإنسان عشان يكون حر أدبي ويختار لنفسه مصيره الأبدي، هذا الاختيار مبني على معرفة الحق والقدرة على الاختيار. إن ما تبقاش يعني لو إنسان فقد عقله، بقى إنسان يعني فقد العقل، فقد الرشد، يقدر يختار؟ فده اللي بقوله. فالإنسان ده فقد القدرة على الاختيار الأدبي لأنه فقد عقله، مظبوط؟ بأي سبب، مانيا، سكيزوفرينيا، أي حاجة من الأسماء الطبية دي اللي بفقد فيها قدرتي العقلية على الاختيار لنفسي، أنا كده فقدت إنسانيتي، فقدت القدرة. أو إن أنا معرفتش حاجة خالص عن الحقيقة فمعرفش أخد الحق، مظبوط؟ الكتاب بيقول لنا إن الله جعل الأبدية في قلوب جميع البشر. فاللي بيقول ربنا مش موجود ده في صوت جواه بيقول له ربنا إيه؟ موجود. اللي نشأ في حتة بتقول له ربنا ده مش حلو، جواه في أعماقه صوت بيقول له ربنا صالح. لو سمع ليه هيغير نظرته عن ربنا. ففي حد أدنى من المعرفة عن الله والله وفرها للكل، مظبوط؟ وأنا بأحاسب بقدر الإيه؟ المعرفة اللي وصلتني والحرية التي سنحت لي. فالإنسان اللي فقد عقله فقد حريته يبقى محاسب؟ لا مش محاسب، لأنه ما عندوش القدرة على الاختيار. طفل مات قبل أن يعي بين الخير والشر يبقى مسؤول؟ ليه؟ لأنه ما كانش عنده فرصة للاختيار. هنيجي للحتة دي بالظبط، ده بند من بنود القانون، إني بتحمل المسؤولية بقدر المعرفة وبقدر الحرية المتاحة. واضحة الفكرة ديت؟ وهنقول ليه ربنا بيتدخل في الحاجات دي إزاي عشان يحفظ التوازن للبشر ما بين هذا وما بين ذاك. اسمحوا لي أشكركم على هذا الحوار والأسئلة ديت. أنا عارف إن لسه في أسئلة كتير قوي، واضح لسه في إيدين مرفوعة. إحنا هنكمل الحلقة الجاية وإحنا بنشرح البنود بتاع الاتفاق ده، العهد ده بتاع ربنا، القانون الأدبي اللي بيجاوب على واضح إن كتير من الأسئلة البنود اللي جاية هتقدر تجاوب عليها. خلينا نخلص وبعدين نقدر نشوف أسئلتنا إزاي هنجمعها مع بعض. بشكركم على متابعتكم لينا في حلقة جديدة من برنامج مدرسة المسيح. مرة تانية، تقدر تكون تلميذ للمسيح. ربنا بيدعوك وبيقولك تعالى نتحاور، اسألني وأنا عايز أجاوبك، تعالى وأنا هعلمك طرقي عشان تسلك فيها. إلى أن نلتقي، ربنا معاكم. أمين. مدرسة المسيح.